يعود بوريس جونسون إلى مقر عمله وقد بات بطلا مرتين، بطلا حقيقيا لبريكزيت وبطلا غير متوج بعد للفيروس التاجي. عليه أن ينتصر سياسيا على الوباء لينال هذا اللقب. قبل 3 أسابيع كان بين الحياة والموت رقما في بورصة كورونا، وما زال، لكن هذه المرة على قائمة المتعافين. صباح الخير، أعتذر لأنني غبت عن مكتبي أكثر مما كنت أرغب. أود أن أشكر كل الذين تجندوا، وعلى وجه الخصوص وزير الدولة الأول دومينيك راب الذي أدى عمله بشكل رائع. مرة أخرى أشكركم أنتم الشعب البريطاني. أعلم أن هذا الفيروس يحمل المآسي والأحزان صباحا ومساء إلى ربوع البلاد. يفكر جونسون في وهب دمه لإنقاذ الأرواح مثلما فعل وزيره للصحة، رغم أن بلازما المتعافين لم تثبت نجاعتها بعد في علاج مرضى الكورونا. لا يستعجل جونسون رفع القيود، فهو المجرب الذي قهره الفيروس انتزع الحكم منه 3 أسابيع. خلال فترة غيابه في المستشفى ثم في المقر الصيفي للحكومة بعيدا عن لندن، عانى وزراؤه نقص في المعدات وأطقم الحماية وأجهزة الفحص، انتقادات من المعارضة، وضغط من كبرى الشركات لإعادة فتح الحياة الاقتصادية. انهارت المعنويات العامة بشكل استدعى تدخل الملكة بخطاب نادر تشحذ فيه الهمم مستعيدة ذكريات الحرب العالمية التي انتهت بانتصار بريطاني. هزم بوريس جونسون الفيروس، ربما اكتسب مناعة بيولوجية، لكن معركته مع الوباء لم تحسم بعد، الأخطاء فيها بكلفة سياسية باهظة. من أمام مقر الحكومة البريطانية، صابر أيوب، العربي، لندن.